اين وليدي الله يسترك. احنا صعيبة تكوني عندك جوج مرات نفسيا بزاف وراك بزاف. انت مريضة. الحس اللي مطوابقهم ما نخلي كي ندير صبن نخليه فيهم بعد. بزاف راشتي الكبدة وعزازين عليا دار هو روحك. راح يعني المشترى ولدت تتحول ولادة من بفمها واش كاينه ولا لا ولدت تتهز هذا تحولوا للبلاصه وتعقب للاخر. ايه وانا نعدي معاهم تيحن سيدي ربي تنطلب الله يزيدهم قدامي ما يوخرهم الراية. طولت عمرهم بيوت. اه. طولت عمرك ان شاء الله. مغيره ومريضه والصحه ما كايناش. الدواء محني. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. فبارطاجيو هذا اللايف قبل ما نبداو بارطاجيو باش يوصل لخوتنا المغاربة ويوصل للمحسنين والناس اللي في قلوبهم الرحمة يتعاونوا مع أمي حليمة. أمين. أمي حليمة أمي حليمة كما كتشوفوا معنا مسنة مرا كبيرة عندها جوج ديال الوليدات توام مرض نفسيا يعني حالة مزرية كارية غير بيت كيف ما كتشوفوا معنا في غير الزنق يعني غير بالزنق يعني الحرارة. دابا حنا جالسين وكاينة الحرارة. فام حليمة مسكينة عايشة واحد الحالة لا إله إلا الله حالة يرثى لها. غادي نخليكم مع ام حليمة غادي تعاود لينا المشكل اللي عندها وكتطلب يعني من المحسنين من خوتنا المغاربة يتعاونوا معها. امين اوليدي. فاللي ما قدرش انه يعاون ام حليمة غير يعاونها غير بالبارطاجي بارطاجي هذا اللايف هذا. امين اوليدي. شكرا لقناة شوف تيفي. ام حليمة السلام عليكم. السلام اوليدي. الله يحفظك. وانا وليدي قلت لك تنتلاوح مع هاد الوليدات. محنا بلا عداد بلا عداد اعطاهم لي الله نبات راكده على عين كفايه لا حال هذا بالزوله ولا حال هذا بالزوله. ودرتهم مشى لي الحليب ما بقاش عندي. هذا درت لي رضاعه ديال اتاي وهذا درت لي رضاعه ديال اتاي. نوبه عاد تصير يطيحوا شويه يكبروا عاد نطبخ لهم التشيشه رقيقه. ونطبق الرضاعه نوسعها وندير لي هذا رضاعه ديال التشيشه وهذا رضاعه ديال التشيشه ونعطيهم ياكلوا. تمحنتي معاهم. بزاف. حد الان باقا محنا. باقا دابا محنا. عندهم شي 50 عام. وكثر بحال هكاك اوليدي راه مزايدين عندي جامات. يامات الصحراء غمزايدين عندي شوف شحال من عام يامات المسيرة. العام يامات المسيرة تما انا عاقل عليهم تما زايدين عندي زايدين عندي ونهض عند الواحد كساهم ليا جايب ليا الكسوات كيف كيف عاد نردع هذا ونسى الاخر ما نعرف نهز هذا ما نعرف نهز ذاك والاخر ضعاف والاخر عاد لابس عليه شوية أنا نقولو هذا مالو ضعاف وهذا لاباس عليه شوية أنا نبدل ليهم الكساوي عاد عاد مهر ليا في هذا ومهر ليا في هذا. كبيرة ديولك. أحياني يا وليدي قلت لك المشكلة لو ولدت تتحول ولادها بفمهم بفمها. والحمد لله. دابا أنت كارية محلية. كارية وليدي. شحال كارية؟ كارية ب 6000 ريال وليدي. ب 8000 ريال وليدي. غنا تندوخ ماشي مشكله 8000 ريال باش كاري هاد البويت 8000 هاد البويت وصايبه رايحه هنا صافي امي الحليمه منين كتصرفي واش نقول لك عند الناس الجوال الحباب بحال وجهك لا اله الا الله الحباب اوليدي بحال وجهك الكل اش يعطيني اللي قسم راسي صافي وليدي يجيو عندي كنشوفك يعني حيت جيت راه مسكين هو هرب اه دخ اه دابا ما يحملش دابا ينوض بوحدو ويبارك بوحدو ما بغيش اللي يزيد معاه شاف دابا دابا هذاك المياه راه ما طلع ليه حتى يشد يمشي يدير هكا تروح زيد عليه المولاده يشري كاس ديال المولاده ويبارك ياكل مسكينه شافني هرب يعني صافي كتعاني معاهم امي بزاف دابا اش غنقول لك الباب النوض ما يدخل ليا كاين نوبه حتى لشي وقت ونبقى تابعه وعاد نسد الباب ديال الناس وعاد ندخل في حالاتك. قلت لي جيرانك تما الله يعمرها. الله يعمرها دار كاع الزنقه الله يعمرها دار. والحمد لله. ام حليمه يعني قلت لي كيصرفوا لك الناس. كل اللي يعطيني اللي قسم الله وصافي كانت خدامه. شحال هذه؟
شحال هادي من عام والصحه قلت ومرضت وخرجت، ما تليش قديت نخدم، تليش قديت وليدي، ما تليش قديت نخدم. كانت نمشي عند الناس نصيق ليهم ونصيغ ليهم الزرع ونحك ليهم الماء عند بجليكاش، ما بقيتش نقد، تليش نقد. دابا باركه في الموحل رزقيتين نزلوا لي الله صح. والعيد اش درتي فيهم؟ العيد بقى على الله، بقى على ربي وليدي، العيد بقى على مولانا، بقى من تسناه في الله هو اللي ينوب عليا، بقى على الله على العيد. عاودت لك على غيزلان. اي غيزلان دابا قلت لي غير كيعاونوك الناس، اشنو تطلبي من خوتنا المغاربه ومن المحسنين؟ وانت نطلب من عندهم وما يعاونوني. بغيتي الناس يعاونوك؟ هذوك الناس اللي وقفتي ليا معاهم وجيتي عندي هما اللي بغيتهم يعاونوني. هاد الناس من غير هاد الناس اللي كيشوفك هنايا اللي تيشوفني هنا هو اللي تيعاون، اللي بغى اللي يشوفك هنا بغيت يعاونك. صافي. لا اله الا الله ام حليمه لا اله. قلت لي ساكنه غير في الزنك. وحمدت الله بهذا الستر، جيت نشوفها وليدي حمدت بها الله. بعدا مستوره من البرد ومستوره من الشتاء ومن داك، الله يجعل البركه. هاد الخير عطاه لي الله ولقيته مع هاد الناس الحمد لله. تنبغي الحاجة مستورة، تنبغي وليدي تكون مستورة والصحة ما بقاتش عندي وليدي. عدت مريضة، عدت في الليل نصبح نقول ما غداش نصبح، غادي يرى بورد ومتكى علي. أحمدت الله وشكرت الله. اسكت وليدي اسكت. نعتذر مشاهدينا الكرام، الله يشوف من حالك. امين اوليدي، وتترجاك لله، الله يجعلها لك في الجنه، الله يجعلها لك ستره، الله يجعلها لك عوين. هالدخله انا بغيتها 100 باب تحل عليك، انا بغيت الحاله ما تخسر وجهي ما يخبى. انا معقوله ومراه مزيانه وشاده تيقاري وندير صداع، نهود بحال هكاك نشطب ونشطر تبابي وباب هاد الناس وباب الشيخ ونطلع. وعندك وليدات مراه؟ وهاد الولاد كي غندير؟ نهرب عليهم ونخليهم؟ ما يمكنش. ما داخله ما جاش وتعطل عليا نخرج ونطل من هاد الشهر. تعطل لك تخرجي تقلب؟ نخرج نقلب هادو مالهم ما جاش ونغطيهم ونفرش فيهم. لا اسكت وليدي اسكت. نفرش ليهم ونغطيهم. وحمدت الله وشكرت الله وليدي، أنا من المؤمنين. الحمد لله وحده. ربي كبير. رسالتك الأخيرة للناس اللي كيشوفوك، اش تقولي لهم؟ اش تقولي لهم أم حليمة؟ ما تنقول حتى لواحد. لا، شنو تطلبي منهم؟ بغيتهم يعاونوك؟ بغيتيهم؟ بغيت هاد الناس، هاد الناس بغيتهم يعاونوني ويوقفوا معايا. هاد الناس بغيتهم يوقفوا معايا ديما تنمشي عند الله. وليدي هاد الناس بغيتهم يوقفوا معايا تنمشي عند سيدي ربي. هاد البنية تنبرك تنعيا. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، محلمة محلمة اللي أم اللي يعني الجوج ديال الأبناء التوأم مرض نفسيا. الحالة ديالهم مزرية، الحالة يرثى لها. يعني ساكنين غير في بيت، غادي نوريكم البيت مشاهدين كرام. ها هو البيت، شوفوا معنا، هذا هو البيت ديال أم حليمة. يعني وبلا بولة بلا حتى شي حاجة، حتى البولة ما كيناش، يعني البولة ديالها ما كيناش. هانتو هانتو مثلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مبني غير بالزنك كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام. فبارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو اللي ما قدرش انه يعاون ام حليمه يعاونها غير بالبارطاج، باش يوصل يعني الناس المحسنين خوتنا المغاربه اللي في قلبهم الرحمه يتعاونوا مع ام حليمه. ام حليمه اللي مراه كبيره يعني ما كتقدرش تزيد، يعني الركيبات تاهم ضارينها بزاف ديال الحوايج، قالت لي فيها السكر، قالت لي فيها طونسيون، يعني تاكل غير المسوس. فمحنا مع واحد جوج وليدات اللي كبار، يعني ماشي وليدات صغار، كبار، خاصها تبدل ليهم، خاصها تغسل ليهم، خاصها دير هي كل شيء. تيجيني مكرفسين، تيجيني هذا مكرفس. لا اله الا الله.
حالته حاله بالوسخات واخا الرجلين والحاله فبارطاجيو بارطاجيو هذا اللايف مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي اللي ما قدرش انه يساعد ام حليمه راه الهاتف ديالها يعني الفوق ديال الفيديو يعني اللي ما قدرش انه يعاون ام حليمه ويقدم لها يعني يد المساعده ماديا غير يبارطاجي هذا اللايف هذا. الله يشوف من حالك ام حليمه. امين وليدي. الله يشوف من حالك. امين وليدي. والله يقويك على وليداتك. امين وليدي. هادشي اللي نطلب لك ام حليمه. نطلب الله لا تمحنت هنا اللي ما تمحنتش. بطلت العمر ام حليمه. نطلب الله سبحانه انا نديرها الخير ونديرها الحاجه الزينه ما ندير شي حاجه خايبه ما ندير والو. انت نطلب الله ونقعد عيني في ربي نقول يعاوني ربي. اذا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي بارطاجيو هاد اللايف اعيدها المره الاخيره يعني الان قرب العيد الناس غادي تكون فرحانه يعني بطبيعه الحال بهذا العيد بغينا تمي حليمه تكون فرحانه هي وليداتها غير على يعني اي واحد اي مساعده كيف ما كانت يجي يعاون ام حليمه هنا في مدينه سطات بالضبط يعني هي ساكنه في حي سيدي عبد الكريم حي سيدي عبد الكريم المعروف بضلاص ام حليمه اللي بغاك يتصل بك على الرقم ديالك تليفونك شاعل تليفونك شاعل شويه التليفون نوبه يخدم ليا نوبه ما تخدمش ليا عيان المهم شاعل دابا لا شاعل دابا اللي عيط لك جاوبي اللي عيط ليا نجاوبو كاين نوبات يدير مع شناهي واخا ام حليمه. اذا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي كنتم معنا من مدينه سطات نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله.